إنها هي مارغريت كفوري، إنها الآتية من عالم سماوي لا يزول، إنها التي مهما تمادينا في التحدث عنها فهذا كله ليس سوى جزء يسير مما كانت هي عليه من ترسل قل نظيره في عالم الخير والصفاء. إلى روح الست مارغو نهدي هذا العمل. أن يصعد الكلام من بلدة الخنشارة ليس هذا بالشيء العجب، لا لأنه كلام وحسب، بل لأنه يحمل معه رائحة الصنوبر وبخور الأزاهير ومسافات من مدائن لم يكتبها قلم بعد، ونبالات أبناء هذه البلدة الشامخة المئناف التي تشكل بحد ذاتها مسافة من الضوء تنير أزمنتنا مهما على الصدأ، لأنها منبثقة من أرض الرجال والسيدات اللواتي ملأن بعطرهن الخيري والفكري مساحة متشاسعة مجزرة في تراب هذه البلدة المنارة. كلنا السيدات ومن بينهن طبعا تلك النبيلة الرائعة ذات اليدين الخيرتين المباركتين، راحلتنا الباقية في البال مارغريت يوسف لكفوري، أعني تانت مارغو، وهو اللقب المحبب التي كانت تنادى به من كل من عرفها واتكأ على تضحياتها وبسماتها وبراءتها وكفيها اللتين ما عرفتا سوى حروف من الضوء تمشي عليهما، وكأنها البركة الحاملتنا إلى فضاءات مجزرة تنده كل الناس من كل الانتماءات أن تعالوا إلى عمل الخير فسحقا للأحقاد والشرور لأنها تهلك، ومجدا وتكريما للبهاءات والخير لأنهما يرفدان العالم بالسعادة والنبالة وأحلام النقاء.